مع دراسة جديدة شفناها وتابعناها أعدها مجموعة من الباحثين في جامعة تيانجين الصينية. الدراسة دي بتتكلم عن تأثيرات مخيفة ومرعبة لتطبيق تيك توك على المراهقين تحديدا. من ضمن هذه التأثيرات الإصابة بالاكتئاب، بالقلق، بالتوتر، ده غير طبعا التأثير السلبي على فكرة التحصيل الدراسي وعلاقة المراهق بأفراد أسرته. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من دكتور منى حمدي استشاري الصحه النفسيه الموجوده دلوقتي معانا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير، اهلا بيكي. يعني دراسه بتتكلم عن تاثيرات مخيفه لتطبيق تيك توك على المراهقين، حضرتك تابعتي هذه الدراسه ازاي يا فندم؟ والله الدراسه دي مش جديده من نوعها، لان هناك دراسات كتير اتعملت في هذا المجال عن تاثير السوشيال ميديا بصفه عامه على الأطفال والمراهقين وحتى الكبار. فموضوع أن السوشيال ميديا بصفة عامة بتسبب نوبات اكتئاب واعتلال في المزاج، وأحيانا كمان بيصل عند بعض الأفراد لنوبات من العنف والعدوان، وأحيانا كمان ممكن توصل لميول انتحارية. بيجي ده من سبب واحد ظاهر جدا بالنسبة للشخص المستخدم، وبالذات اللي هو أدكت، اللي وصل لمرحلة الأدكت أو إن هو هيفي يوزر لإدمان يعني بقى مدمن ميديا. تمام. بيحصل إيه؟ بيحصل ظاهرة اسمها كوجنيتيف ديسونانس، اللي هي التنافر المعرفي. يعني إيه التنافر المعرفي؟ يعني أنا كواحد مشاهد للسوشيال ميديا، وطبعا بنأثر على تيك توك بالذات والإنستجرام لأن هم أكثر شيوعا حاليا، بيحصل لي تناقض ما بين معرفتي بالواقع اللي أنا عايشه والواقع اللي أنا بشوفه على السوشيال ميديا، اللي هو فيه ثراء، فيه ناس منمقة وعايشين حياة فيها كلها سعادة وكلها فسح وكلها مستوى عالي جدا من تحقيق السعادة. فأنا بيحصل لي اكتئاب وإحباط ويأس من إن أنا الواقع بتاعي مختلف، فبيتولد عندي الاعتلال المزاج والاكتئاب. ده بالنسبة للي بيشاهد، وبالذات الناس اللي بتبقى مستويات طبعا منخفضة أو مش قادرين يحققوا حاجة في حياتهم. طب أنا النقطة دي نقطة مهمة جدا، بس عايز أسأل حضرتك فيها، إن فكرة إنه طبعا كل اللي موجود على السوشيال ميديا دي سعادة ممكن تكون سعادة كاذبة مش سعادة حقيقية. بالزبط. يعني فالتنافر المعرفي واللي حضرتك اتكلمت عنه، ودي جزئية مهمة، أنا كمراهق أستخدم السوشيال ميديا إزاي وأقلل هذا التنافر المعرفي؟ يعني لا أقع في فخ الإحساس إنه في عالم تاني افتراضي لازم أعيشه وأتطلع إليه، أتعامل إزاي يا فندم؟ والله أنت حضرتك استخدمت المصطلح الصح، إن هو فعلا فخ، وهو ليس فخ للمراهق فقط، حتى الكبار بيقعوا في هذا الفخ نتيجة التنافر المعرفي ده. فأنا لو أنا حياتي فارغة من النشاطات المتعددة اللي هي الواقع في الحياة، وعنديش إنجازات على أرض الواقع بتديني الدوبامين البديل للدوبامين السوشيال ميديا اللي هو ليه صفة اعتمادية وصفة إدمانية، ومعنديش علاقات اجتماعية حقيقية في الحياة تحقق لي هذه السعادة، كمان وعي منخفض. الوعي ده والنضج، ليه المراهقين بيبقى التأثير عليهم أقوى وأكثر خطورة؟ هم والأطفال أو اللي هم الطفولة المتأخرة، وحتى كمان الناس الكبار المنخفضين الوعي. انخفاض الوعي فكرة عدم النضج الانفعالي والعاطفي العقلي. المراهق والطفل لسه لم يكتمل عنده هذا النضج الانفعالي والعقلي، بحيث انه يقدر يبقى عنده فلترة، يقدر يفلتر ايه الشيء الصح وايه الغلط وايه الفوق الخيال وايه، هل دي سعادة حقيقية او غير حقيقية. فبيحصل عنده عدم قدرة، بتنخفض القدرة على قدرة الدماغ على فلترة المحفزات الخارجية، وازاي يقدر يفاضل ما بين ده صح ده غلط، ده اتابعه ده مش اتابعه. فطبعا عشان ما يوصلش ده، لابد طبعا من دور الاهل من الاول، ان المراهقين والاطفال
الدراسات العلمية بتقول إن ما ينفعش طفل قبل أو مراهق قبل سن 13 سنة يكون من اليوزرز بتاع السوشيال ميديا. دي أول حاجة. ثانيا إذا هو بدأ يبقى من اليوزرز دولت فأنا المفروض عدد الساعات المتوسط أقصى حاجة من ساعتين لثلاثة متفرقة. فأنا لو استخدمت هذه الأشياء من البداية عشان ما وصلش إن أنا أبقى أنا شخص هيفي يوزر أو أدكت فأنا مش هيحصل التأثيرات الفظيعة. يعني حضرتك بتنصحي إنه من سن بداية من سن 13 سنة وساعتين ثلاثة في اليوم متقطعين؟ طيب في ناس ده حضرتك الدراسات العلمية هي اللي بتقول الكلام ده. وضحت الفكرة. بس دكتور خنية برضو أنقل لحضرتك رأي آخر. في ناس بتقول أنا ممكن أكون منطوي أو شخص يعاني من الانطوائية أو يعني ما بيقدرش يتكلم قدام الناس، بيلاقي نفسه أمام منصات التواصل الاجتماعي شخص أكثر تفاعل وبيقدر يتكلم ويعبر عن نفسه، وفي بعض الحالات تحدثت عن أنه المنصات دي بالعكس ادتهم ثقة في نفسهم وقدرت أنها تخليهم تحسن عندهم النقطة دي شوية. حضرتك رأيك إيه في النقطة دي؟ كلام حضرتك كلام صحيح جدا جدا، ومفيش احنا ما بنقولش ان السوشيال ميديا سيئه، ولكن احنا بنقول ان انا اوصل لمرحله الادك ان انا ابقى الادمان يعني شخص او الاعتياد الزياده او ان انا هيفي يوزر فانا انفصل عن الحياه الحقيقيه، فانا ده هو بدايه المخاطر واضطرابات والمخاوف كلها بتاعت السوشيال ميديا بتيجي من ان انا حته الادكت دي، ان انا ابقى مدمن، ان انا ابقى شخص منفصل عن الواقع. لكن هي مما لا شك فيه محدش يقدر ينكر، ودي حقيقه، السوشيال ميديا ليها فوائد كتير. طب للي يحسن استخدامها. طيب دور الاباء والامهات هنا يا فندم مع اطفالهم، وخصوصا لما يبتدوا بقى في سن المراهقه وينعزلوا في البيت، بنشوف المشهد ده في بيوتنا كتير، انه ولادنا بيقعدوا فترات طويله على اجهزه الايباد او الموبايل او غيره مع منصات السوشيال ميديا. دوري كاب وكام اتعامل ازاي؟ ازاي اقنن هذا الموضوع؟ مساحه او مسافه تدخلي لتوجيه أولادي فيما يتعلق بالتعامل مع تطبيقات وسائل الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي؟ شوف حضرتك، هو الموضوع ده أصلا بيحصل مع الكبار نفسهم، لأن زي ما احنا قلنا كتير قبل كده إن الخوارزميات بتاعة السوشيال ميديا يعني متصممة بطريقة أنها تخليك شخص منجذب طول الوقت ليها وتزود استخدامك ليها. فإحنا ككبار نفسنا بنقع في نفس الخطأ. الأهل لابد إن هم الأول يكونوا قدوة طبعا. لأن الأطفال والمراهقين بيتعلموا بالقدوة وليس بالأوامر طبعا. يعني أنا مش هبقى أنا بعمل ده وأنا بطالب ابني إنه ما يعملوش وأقول له أصل أنا كبير وأنت صغير. لابد إن أنا الأول أضرب المثل والقدوة. أو تاني حاجة، إن إحنا زي ما إحنا قلنا ما سيبش الطفل يبتدي يعتاد ويدمن، ما سيبوش يوصل لمرحلة الإدمان مع السوشيال ميديا بإنه يبتدي من سن صغير، من 6 سنين و7 سنين و8 سنين، لا، اقل من 13 سنه ده ممنوع نهائي. ولازم يكون الوقت زي ما قلنا مقنن جدا. طيب. ساعتين يا دوب ومتقطع. كمان القرب الاسري والوالدي. انا لو انا قريبه طيب. من ابني هقدر اتحكم فيه بدرجه من السهوله. ما فيهاش توجيه. لكن انا لو انا منعزل عنه مش هقدر طبعا مش هقدر افهم حتى الافكار اللي بتدور في يعني لازم اشاركه. صحيح. واقعد معاه حتى في الاول كمان وهو بيقعد اول مره يجرب الحاجات دي، لازم يكون الوقت ده انا معاه. طيب عشان دكتور اعذريني المقاطعه، لكن يعني نظرا لضيق الوقت سؤال اخير. حسب هذه الدراسه، دراسه خاصه تيك توك فقط، هل تأثير تيك توك منفصل عن باقي منصات التواصل الاجتماعي ولا نفس التأثير؟ ليه بقى تيك توك بالذات؟ لأن الاتنشن سبان بتاع تيك توك قصير جدا، اللي هو المدى الانتباه اللي بيطلبه من الشخص في الدماغ بيبقى قصير جدا، فعشان كده عليه إقبال شديد وبيشد الناس. فتأثيره أقوى لأنه هو زي ما بقول لك بياخد
وقت قصير جدا في الدماغ، وبيشتغل على الايفورت سيفنج اللي هي الميزه اللي الدماغ دايما بيحاول يعملها، ان هو يوفر الوقت ويوفر المجهود. فانا بسرعه المايندليس سكرولينج اللي هو السكرول اللا ارادي واللا واعي بيبقى سريع جدا 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 على التيك توك، يليه الانستجرام. ايوه التيك توك بيبقى اعلى في الخطوره، لان طبعا المحتوى اللي عليه بيبقى شويه مش متفلتر، شويه مفتوح زياده عن اللزوم، بيقلل قيم، بينشر قيم مش كويسه، بيخلي الناس تنشر حاجه منزوعه من المحتوى من الهدف. يعني الفيديوز دي يا دكتور موجوده الحقيقه مش بس على تيك توك، على كل منصات التواصل الاجتماعي، ولكن زي ما حضرتك ذكرتي فكره سرعه الفيديوز او المنشورات اللي بتكون على تيك توك ممكن تكون اسرع بعض الشيء. على اي حال بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتوره منى حمدي استشاري الصحه النفسيه، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.